كان هناك نيات صادقه فبالتاكيد يعني راح نلمس نتائج يعني ملموسه وكبيره الاثر، شراء الاصوات وشراء البطائق الانتخابيه او ذمم الناس بطريقه او باخرى، يعني اصبح شيء موجود يعني على الساحه، للاسف الشديد يعني المواطن اليوم هو يعني يعاني معاناه شديده، يتم استغلال هذه المعاناه بهذه الطريقه، نحن نحتاج في مقابل ذلك الى الوعي، يعني التوعيه بان هذا الامر هو مرفوض وسوف يعني يصعد الى السلطه من يستمر في سرقه الاموال وتستمر حلقه الفساد الى لا نهايه يعني بالتاكيد يعني انه شراء الذمم وشراء الاصوات بهذه الطريقه هو يعني محرم شرعا والكلمه يعني لعلمائنا الاجلاء الذين تكلموا في هذا الباب وحرموا هذا الامر. اي هو أمانة نعم نعم بالتاكيد هو امانه ليس لنا فقط وانما وإن هو امانه للمستقبل، يعني العمليه السياسيه هي في العراق يعني عمليه خلينا نقول فيها الكثير من الإحباطات والمشاكل لذلك المواطنين للأسف الشديد الأكثر وعيا أصبح لديهم يعني إحباط وعدم مبالاة بكل هذا الملف يعني اليوم لو هذه الأغلبية الصامتة فقط تحركت يعني كان أحدث التغيير حقيقي على أرض الواقع ولقلبت المعادلة اليوم الصوت هو الذي يحدد من هو الذي سيستلم السلطة ومن هو الذي سيصعد و بالتالي فان هذه الاغلبيه هي يعني مساهمه من خلال هذا الصمت باستمرار حلقه الفساد للاسف الشديد نحن نناشدهم اليوم ان يعني يخرجوا من هذا الياس ويدلوا باصواتهم بقوه من اجل ان نقضي على هذا الملك